بعد تثبيت حكم بالإعدام على رجل وامرأة بتهمة الزنا، إيران في مرمى انتقادات المنظمات الحقوقية، فماذا بعد؟ منذ أيام قليلة كشفت تقارير عن قيام المحكمة العليا في طهران بتثبيت حكم بإعدام رجل وامرأة لإدانتهما بارتكاب الزنا. جاء في تفاصيل الواقعة أن زوجة المتهم قدمت أشرطة مصورة تثبت وجود علاقة بين زوجها وامرأة أخرى، لكنها صفحت عنهما لاحقا، إلا أن والد زوجة المدان رفض الصفح عنه وطالب السلطات القضائية بتطبيق العقوبة القصوى بحق المتهمين. ووفق القوانين الإيرانية فإن عقوبة الزنا يمكن أن تصل إلى حد الإعدام، ويحدد القاضي وسيلة تنفيذ الحكم التي يمكن أن تشمل الرجم حتى الموت. هذه الواقعة عادت الجدل بشأن موقف الدولة الإيرانية من عقوبة الإعدام. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعتبر إيران ضمن أكثر دول العالم تطبيقا لهذه العقوبة على جرائم متنوعة، منها القتل العمد وتهريب المخدرات والسطو المسلح والإرهاب والشذوذ الجنسي، بالإضافة إلى التآمر لقلب نظام الحكم أو المعارضة السياسية وتعطيل الإنتاج. وذكرت منظمات حقوقية أن إيران نفذت نحو 246 حكما بالإعدام خلال عام 2020. وبشكل مستمر تنتقد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية هذه السياسة، كما تندد بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين. نناقش تفاصيل هذه القضية مع ضيفنا من طهران عبر سكايب الكاتب والباحث جمال عبد الإله. سيد عبد الإله، مرحبا بك. كيف تابعت هذا الحكم بالإعدام على 2 من المتهمين بارتكاب الزنا في إيران؟ مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ومشاهدين الكرام متابعي قناة الغد. نعم، هذا حقيقة الأمر نحن نتابع جميع الأخبار فيما تخص المجتمع المدني الإيراني بكافة أطيافه وبكافة توجهاته العرقية. هذا الحكم الصادر طبعا هو وفق مادة من قانون أصول المحاكمات الجنائية، كما تفضلتم في تقريركم. هذا يكون على أساس الأدلة الباينة البينة والدلائل الواضحة حتى يستطيعون أن ينفذوا هكذا حكم. طيب سيد عبد الإله، تفضلت بأنه تم الحكم عليهما بناء على إحدى المواد الخاصة بقانون الأحوال الجنائية، لكن هذه المادة ما هي مرجعيتها؟ هل مرجعيتها من الشريعة أم أن مرجعيتها دينية أو عفواً مدنية بالدرجة الأولى؟ لا، هي مرجعيتها دينية، يعني وفق الشريعة الإسلامية التي تنص على أن للحد، وطبعاً هو الزنا أو العلاقات الغير مشروعة، هي نوع من الحدود التي وضع رب العالمين أحكامها وفق ما أنزله في القرآن، وحددت نوعيتها ومقدارها وكيفية تنفيذها وفقا للشريعة الإسلامية. طيب، ولكن زوجة المتهم هي بالفعل صفحت عنه، لكن والدها أيد الحكم بأقصى عقوبة، كيف يكون والد الزوجة هنا طرفا فاعلا طبقا للقانون الإيراني؟ نعم، في الحالة كحالة العلاقات الغير مشروعة تكون لها
صبغة أو وجهة يعني شعبية أو عمومية يعني عامة، عامة الشعب. فتكون هذه إذا وفق المادة المذكورة وفقراتها المتتابعة، إذا أتى مشتكي واشتكى على قضية ما كهذه، حتى لو تنازل أو أصفح عن المشتكى عليه، فلا يجوز أن يتنازل القضاء العام بشكل أوسع عن هذه القضية، وسوف تتابع إذا أثبتت إدانته. طيب، أليست هناك أصوات معارضة لهذا الحكم في الداخل الإيراني؟ نعم، هنالك أصوات تدعي بأن تخفف أو يعني بصورة تكون يعني أفضل من هذا العمل، لأن يصنفونه عمل بشيع بحد ذاته، لأن نهاية حياة الإنسان هي بيد رب العالمين. طيب، لكن نعم، هنا تفضل. نسأل عن أصحاب هذه الأصوات التي أطلقت لتخفيف هذه العقوبة، وإلى أي حد طالبوا لتخفيفها؟ نعم، في حقيقة الأمر المجتمع المدني، وأقصد بذلك المؤسسات المدنية الغير تابعة للحكومة، هي اللي تطالب وتدافع عن هكذا حقوق الحقوقية للإنسان. طيب سيد عبد الإله، هل صحيح أنه خلال الأيام القليلة الماضية المحكمة غيرت طريقة تنفيذ الحكم من الرجم حتى الموت إلى الإعدام شنقا؟ نعم، هكذا يعني جرائم تكون بيد سلطة القضاء إذا تريد أن تغير نوعية التنفيذ أو كيفية التنفيذ، يحق لها أن تكون رجما أو إعداما، لكن هناك يعني نوع من الاستياء الشعبي تجاه قضية الرجم. طيب، ولكن سيد عبد الإله، لماذا تغير الحكم خلال الأيام القليلة الماضية من الرجم حتى الموت إلى الإعدام شنقاً؟ هل هناك توجيهات معينة أم هي ضغوطات المجتمع المدني الموجود داخل إيران؟ لا، هو بالأساس ضغوط شعبي وضغوط مدني هو اللي جعل هكذا عقوبات أن تترجم إلى عقوبة ثانية. طيب، ولكن سيد عبد الإله، هنا السؤال الكبير، لماذا تعتبر إيران من أكثر الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في العالم؟ نعم، حقيقة الأمر النظام الإيراني نظام إسلامي متشدد، يعني يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية وفق ما أنزلت ووفق ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء من بعده والأئمة، وفقا ما ينصه طيب، ولكن القرآن سيد عبد والأحاديث الإله، الرواية. يعني هل إيران وحدها هي التي تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية؟ هناك دول إسلامية كثيرة في العالم، وفي هذه الحالة أو الجريمة التي نتحدث عنها اليوم وهي الزنا، يتم حبس المتهم ربما لمدة لا تزيد عن سنتين، فلماذا يحبس هنا بينما يعدم في إيران؟
حقيقة الأمر دولة إيران أو النظام الإيراني إجمالا يعني منذ عام 1979 بنيت ركائزه على أساس ديني ووفقا للشريعة الإسلامية، وطبعا نظرية ولي الفقيه هي نظرية تعتبر استمرارية لحكومة إسلامية وفق منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة 12. نعم سيد عبد الإله، ولكن في الدول الأخرى العربية المسلمة أيضا هناك تطبيق للشريعة الإسلامية. بالواقع إيران لا لها مزيج من القوانين فيما يخص يعني النظام الإيراني. هناك قوانين وفق القوانين الدولية كالتجارة والبنوك وقوانين تتبع للاقتصاد، لكن هناك قوانين هي إسلامية بحتة ولا يمكن أن يتنازل النظام أو يعني عن قضية أو قانون عن فقرة أو شيء من هذا القبيل. طيب هل وأيضا طيب هل هذا يعني أن درجة التشدد في تطبيق القوانين أو تطبيق الشريعة في إيران هو أمر خاضع لطبيعة النظام الحاكم؟ نعم، يعني طبيعة النظام أساسا، ولكن المجتمع الإيراني أيضا تاريخيا هو يعني كما تعلم حضرتك أكيد، يعني قرأت في الملفات الإيرانية والتاريخ الإيراني، الثورة الإيرانية بنيت على هذا الأساس. يعني عندما ثارت الثورة أو تصاعدت المطالبة الشعبية بإسقاط النظام الملكي، كانت الأهداف الأساسية للمطالب الشعبية هي مطالب إسلامية وفق ما يقتضيه القرآن، النصوص القرآنية والأحاديث والروايات. شكرا جزيلا لك ضيفنا من العاصمة طهران السيد جمال عبد الإله الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب. فاصل ومن بعد نتابع آليات وضع القوانين بين الدول الدينية والمدنية. أهلا بكم من جديد، لازلنا معكم في ماذا بعد. جاء الحكم الصادر في إيران بتثبيت حكم الإعدام على رجل وامرأة لاتهامهما بالزنا ليفتح باب الجدل مجددا حول مرجعية القوانين ما بين المرجعية الدينية والمدنية. الرافضون للمرجعية الدينية يرون أن النصوص وردت في عصر يختلف عن عصرنا الحالي، وبالتالي فقوانينه يجب أن تختلف أيضا، كما يعتبرون أن البشرية أنتجت العديد من الأفكار والدساتير والقوانين التي قد تكون أكثر ملائمة بحسب رأيهم. أما المؤيدون فيعتبرون أن الشرائع الدينية لا تسري عليها قوانين الزمن أو تقلباته، فهي نزلت لتناسب كل عصر. العقوبة التي طبقتها إيران تعيدنا مجددا إلى قضية تأويل النصوص وفقا لأنظمة الحكم السائدة، فرغم أن جريمة الزنا واحدة في كل البلدان إلا أن عقوبتها تختلف من بلد مسلم إلى آخر. على سبيل المثال، في مصر والجزائر والمغرب فإن العقوبة التي أقرها القانون لا تزيد عن سنتين، بينما في السودان تصل إلى الرجم حتى الموت. هذا التباين الكبير بين بعض الدول المسلمة مرده بحسب خبراء أن دولاً اعتمدت مرجعية دينية فقط
بينما اعتمدت دول أخرى قوانين مدنية. للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس سماحة العلامة اللبناني الشيخ محمد العاملي. شيخ العاملي، مرحبا بك على شاشة الغد. عقوبة كالزنا لماذا، أو عفوا جريمة كالزنا لماذا نرى العقوبة مختلفة بين الدول الإسلامية؟ هناك بعض الدول تكتفي بسنتين على سبيل المثال سجنا، بينما دول أخرى يتم فيها الإعدام أو الرجم حتى الموت. طبعا هذا الاختلاف ناتج من اختلاف في الفهم، لأن البعض يصر أن يفهم الدين الإسلامي بطريقة بدائية جدا وبطريقة سطحية أيضا. الكلام أولا قبل أن يقع في الحدود بتقديري، يجب أن نتحدث حول إشكالية هل الإسلام من شأنه أن يحكم؟ هل الإسلام هو دين ودولة كما يعمم البعض ويتحدث بطريقة سائدة لا سيما في القرن الأخير؟ طبيعة الحال الإسلام هو دين في مجموعة من القيم والأخلاقيات، يهدف وأسمى بكثير من أن يكون دولة ونظام حكم. الدين هو علاقة روحية بين العبد وخالقه، وأي مزج ما بين الدين وبين الدولة يشكل إساءة للدين. لذلك البعض يطرح مسألة فصل الدين عن الدولة، بتقديري أن المصطلح الأصح أن نطلقه هو تنزيه الدين عن الدولة، لأن عادة أنظمة الحكم وطريقة الحكم فيها الكثير من الألاعيب وفيها الكثير من الوسائل التي قد تسيء للدين. وهنا يستحسن نحن أن نضع الدين في مكانه الروحي الراقي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيما يمت لنظام العقوبات، نعم هذا النظام في مرحلة معينة الإسلام طبق نظاما متشددا في حقبة تاريخية تزيد على 1000 عام، لكن هذا النظام وقت ذاك قد يكون هو أفضل نظام في ذلك العصر لعله، وهذا النظام يتلائم مع ذلك العصر، طبيعة صحراء والناس لديها من الشدة ما لديها، وأراد الإسلام وقتها أن يحد من الجرائم ومن ارتكاب الموبقات، فأوجد بطبيعة الحال أوجد نظام للعقوبات. لكن السؤال ليس هنا، السؤال هل يجب علينا نحن اليوم في هذا العصر أو في أي عصر أن نطبق ما طبقه المسلمون الأوائل؟ البعض يشكل أنه يريد أن الأحكام الإسلامية لا تتغير. يا عزيزي، فيما يمت للعبادات للقضايا الثابتة في الإسلام نأخذ بها ونعتمدها ولا نناقش بها. ما حدا قال نجي خلينا نغير أوقات الصلاة مثلا أو عدد ركعات صلاة الصبح أو الظهر أو العشاء وهلما جرى. لكن فيما يمت للحياة الاجتماعية وقوانين المجتمعات، هذه التي تتغير من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر، طيب يفترض أن نحترم نحن. من هنا يأتي السؤال الكبير. نعم. هل الحكم الذي صدر في إيران، نعم، بإعدام 2 ممن اتهموا بارتكاب جريمة الزنا كان حكما، نعم، صائبا أم أنه يحتاج إلى المراجعة مرة أخرى؟ الإسلام بشكل عام يعني أول شيء لا يحب انتشار الفاحشة. أعيد وأكرر أن نظام الحدود هو نظام لا يصلح لمجتمعنا اليوم، نظام الحدود الذي كان مطبقا من أكثر من 1000 عام، وهذا النظام الذي بين أيدينا اليوم والذي نقرأه في كتب الفقهاء والعلماء وإلى آخره، هذا بدل عن أراء اجتهادية. مثلا في القرآن الكريم عقاب الزاني والزانية جلد حصرا، البعض يأخذها إلى مكان آخر رجم طرق أخرى، لا يوجد عليها نص قرآني ودليل قرآني ثابت ماء بالماء. وبالتالي طبعا الرسول يعني فحوى، طبعا ليس هذا الحديث منصوص، لكن كلمة إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، شو يراد؟ يراد منها أنه ما تشيع الفاحشة في المجتمع. وحتى بالنسبة للزنا، لماذا الإسلام اشترط 4 شهود
لماذا؟ لأنه لا يمكن شخص أن يزني على مرأة من الناس. الذي يرتكب هكذا فاحشة أمام الملأ وأمام عموم الناس هذا يقام عليه حد بعنوان آخر، هو نشر الفحشة في المجتمع، لأنه طبيعة الحال إذا رأى عدد كبير من الناس أنه يؤدي إلى إفساد المجتمع. لكن خلينا نحن نشوف مثلا شخص زنى وتاب، هل يقام عليه حد؟ بيقولوا لا. شخص زنى مع امرأة، هل بنسأله أي مرة زنيت معه؟ أيضا لا. ثلاثة مثلا جاءوا وقالوا فلان زنى، يقام هني عليهم حد القذف في الفقه الإسلامي. على كل، الذي نستنتجه من مجمل الأحكام الفقهية الشرعية هو أن الشريعة أرادت أكثر هي أن تمنع وجود الموبقة والأمور المحرمة والمفاسد في المجتمع. طيب. لم ترد أكثر الاقتصاص من الناس. طيب سماحة العلامة، وأنا أكرر دائما مقول نعم. إذا سمحت لي، عندما سألنا ضيفنا من طهران في الجزء الأول من هذه الحلقة قال إن هذا الحكم صدر في إيران لأن إيران تريد أن تطبق أو هي تطبق الشريعة الإسلامية كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو. كيف ترد على ذلك؟ نعم، يعني أولا أقول له أن علماء الشيعة على الأقل لديهم ثلاث أقوال في المسألة. رأي يقول بحرمة إقامة الحدود في هذا العصر نهائيا في الحرمة. رأي آخر يقول يجوز إقامة الحدود. الذي أريد أن أقوله يعني مثلا كبير فقهائنا في القرن الماضي هو الإمام الخوئي رضوان الله عليه يقول يجوز للحاكم الشرعي أن يقيم الحدود، لم يقل على الحاكم الشرعي أن يقيم الحدود. أول أمر. أمر آخر، حتى عندما سئل أنه هل يجب على المجتهد أو العالم أو الحاكم الشرعي أن يسعى لإقامة الحدود في المجتمع، قال لا يجب، لأنه كما في الروايات عن الرسول أيضا حينما كان يأتيه شخص ويعترف أنه زنى بيسأله أول مرة وثاني مرة وثالث. لذلك نحن نقول في أدبياتنا نقول من أربع إقرارات، يعني يقر أول مرة ثم ثاني مرة لا يجوز إقامة عليه الحد من أول مرة. أضف بمعزل عن كل ذلك أيضا لدينا حديث اتفق عليه جميع المسلمون، هي ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني أي شبهة ولو نسبة 1% يلتغي حكم الحد نهائيا في الإسلام. طيب، وهذا أمر ثابت. طيب إذا سماحة إنه أي شبهة في المقام نعم، حتى إذا سئلت امرأة هل زنيتي، قالت لا كما في الرواية نأخذ بقولها. طيب، ولكن سماحة يعني ليس العبرة أن نقتص من الناس. طيب، نصل إلى السؤال المهم هنا، وهو كيف ترى تطبيق الشريعة وفقا للتفسير الإيراني؟ هل هي بحاجة إلى مزيد من المراجعة بالفعل؟ يعني أنا أريد أن أقول لك سواء عن إيران أو غير إيران عموما، كل المجتمع الإسلامي عليه أن يعيد النظر فيما يمت للموضوع الحكم والنظام والسلطة وعلاقة الإسلام بالسلطة. الإسلام ليس من شأنها أن يحكم المجتمعات. احتراما لديننا واحتراما لشريعتنا علينا أن ندرك أن الإسلام لم يساء له بشكل في كل تاريخه كما أساء له ما يسمى في الإسلام السياسي وتحديدا في العصور المتأخرة. في هذه الحقبة أعطينا نموذج يعني بمنتهى السوء، أسأنا للدين، وأيضا نشهد نحن اليوم حالات ارتداد عن الدين وخروج عن الدين نتيجة النمط والمسلك السيء الذي نمارسه. حينما نأتي لنمارس الحكم في كل المجتمعات الإسلامية أكثر ناس يتحدثون عن العدالة وعن الحقوق وعن الديمقراطية المسلمون حينما يكون خارج السلطة، يعني كلامهم كالشعر، لكن حينما يستلمون الحكم أسوأ أنظمة حكم هي التي استلمها المسلمون. مجتمعات تتراجع وفيها استبداد وظلم وإساءة باسم الله عز وجل. أنا الذي نصيحتي طبعا لكل المسلمين أن نحترم ديننا وأن ننزهه عن
السياسة وألعابها، هذا من ناحية. فيما يمت لمن يخطئ، يزني، يسرق إلى آخره، أقول علينا نحن كمسلمين أن نطور فهمنا للحياة المعاصرة ونستفيد من التجارب التي توصلت إليها البشرية. البشرية اليوم أو الفكر المتطور في هذا العصر توصل إلى أن الذي يرتكب الموبقة هو يكون شخص مريض، وعلينا نحن أن نسعى لشفائه. شكراً. علينا نساعده، مش لنقتص منه لنعاقبه، نتشفى منه أيضا. نعم. كما هو فكرنا يعني. شكرا. علينا بالعكس أن نسعى لعلاجه. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من العاصمة باريس، سماحة العلامة اللبناني الشيخ محمد العاملي. إذن أعادت الأحكام التي أصدرتها طهران جدلية الدولة الدينية والمدنية إلى الواجهة مجددا، فالبعض يرى أن الدين وضع أساسا ليكون مرجعية ثابتة، والبعض الآخر يرى في اعتماد الدين كمرجعية وحيدة لكل شيء، تجاهلا لكل ما أنتجته البشرية عبر قرون من التطور. ويبقى السؤال دائما، ماذا بعد؟ إلى اللقاء.